عمار بن ياسر، وهذا يقول: ما حال محمد بن علي الصومعي البيضاني وعلي بن أحمد الرازحي؟ أما علي بن أحمد الرازحي فهو تالف حزبي مقيت وحاقد ومتطاول ولص من لصوص التحقيق في العلم، وإن كان يكتب له مؤلفات وعنده قدرة على الكتابة والتحقيق، لكن مع ذلك يسرق بعض البحوث، ومتطاول، وهو أظنه في معبر. وأما محمد بن علي الصومعي فهو أبو همام البيضاني، من المتعصبين للجابري والشيخ ربيع ومن إليهم فيما أذكر، لكن الآن الله أعلم إلى أين صار حاله، وهو في المملكة يجلس وله تحقيقات على بعض الكتب.